خرجوا من بلادنا من مركز الروس يجرون سبل الهزيمة ويلملمون شتات الخزي والعار. هنا ظهر الصليبيون وأسر قائدهم لويس التاسع عشر وأودع في زنزان. هنا ظهر التتار وقتلت رسلهم وعلقت الرسوم على باب زويل. هنا ظهر الصهاينة وحررت بلادهم. هنا مقبرت كل معتدل. هنا مصر، هنا شعب مصر، هنا قضاء مصر، هنا شرطة مصر، هنا جيش مصر، هنا مصر المحفوظة بأمر الله، هنا مصر التي قال عنها ربنا في قرآنه ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ونقول لهؤلاء الضالين ورفاقهم الهاربين ومن سار على ضربهم من الغاوين، نقول لمن عميت بصائرهم وطاشت أحلامهم لن تنالوا من مصر إلا ما نال سابقكم، إما الهزيمة النكراء وإما السجن في زنزانة وإما حصد الرقاب. وما باب زويلة من ساحتنا هذه ببعيد، وما باب زويلة من ساحتنا هذه ببعيد. وأختم مرافعتي بقوله جل وعلا: فأما الذبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. والسلام عليكم ورحمة الله.